قال المؤلف رحمه الله: كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحة. أهلا. إذا اسمه استوجب من قبل الطرف أخير مقصور ثوثن نجعله يا صح؟ أخير مقصور ثوثن نجعله يا إن كان عن ثلاثة مرتقية كذا الذي الياء أصله نحو الفتى والجامد الذي أمي لك متى بغير ذا تقلب واوان الألف وأوليها ما كان قبل قد ألف وما كصحراء بواو ذنيا ونحو علباء كساء وحيا بواو أو همز وغير ما ذكر صحيح وما شذ على نقل قصر وحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل والفتح أبقي مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف فالألف أقلب قلبها في التثنية وتاء ذي التاء ألزمن تنحية والسالم العين الثلاث اسما أنل اتباع عين فاءه بما شكل إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا وسكن التالي غير الفتح أو خففوا بالفتح فكلا قد رووا ومنعوا اتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر الجروة ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس ترى. المقصور كما تقدم معنا اسم معرب حرف آخره ألف لازمة قبلها فتحة وهو من ضروب الاسم المتمكن. والممدود اسم معرب حرف إعرابه همزة قبلها ألف زائدة. قال آخر مقصور تثن نجعله ياء. ألف المقصور تقلب ياء في ثلاث أحوال: إذا كانت رابعة فصاعدا، إذا ثنيته تجعلها ياء دون النظر إلى أصلها. فألف مستشفى أصلها ياء، تقول في التثنية مستشفيان. ألف ملهى أصلها واو، من لها يلهو لهوا، ومع ذلك لا تنظر إلى أصلها، اجعلها ياء لأنها واقعة رابعة فتقول فيها ملهيان. وتقول في حبلاء ألفها رابعة وهي زائدة للتأنيث، لا تنظر إلى هذا، اجعلها ياء، تقول حبليان. هذا معنى قوله أخير مقصور تثن نجعله ياء إن كان عن ثلاثة مرتقية كذا الذي أصله، إذا كانت ثالثة وأصلها الياء اجعلها في تثنية ياء نحو فتى ودخل معه السين فتيان. وكذلك الحالة الثالثة ما تجعل فيه ألف المقصور ياء إذا كانت في جامد أميلة أمالة العرب، وربما ينشأ في هذا الأمر الدور. الحكم بإمالتها متوقف على أنها الحكم بتثنيتها بالياء بجعلها ياء متوقف على إمالتها، وإمالتها متوقفة على 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 إمالتها متوقفة فيها دور لا شك، لأنه ليس كل أحد يعرف هل تمال أو لا تمال. بعض الناس يعرف أنها تمال، لأن بعض الناس يعرف أن متى تمال. متى أنا أقرأ قراءة ورش أعرف أنها تمال، يقول متى، وهي الألف هنا جامدة. وكذلك البلاء عند ورش تمال. الشاة تقول فيها في التثنية إذا سميتها بشخصا بلا أو شيئا بلا تقول فيه بلا يعني في التثنية، لأنك تقول بلا وتقول متى كما قوله والجامد الذي أميل كمتى. قال رحمه الله: في غير ذا تقلب واو الألف، غير ذا لم يبقى إلا شيئان، أن تكون ثالثة منقلبة عن واو أو أن تكون ثالثة جامدة لم يسمع فيها إمالة. فتقول في عصا عصوان وفي منام لواني، وتقول في إذا مسمى به إذا واني لأنها لم تمل. أنا أقول بغير ذا تقلب واو للألف وأوليها ما كان قبل قد ألف
أوليها اجعل بعدها ما كان قبل قد ألف، وهو الألف رفعا والياء جر ونصبا. قلت هذا مستغنى عنه بقوله بالألف يرفع المثنى وكلا، والله أعلم، على ابن مالك رأي آخر. شذ من ذلك قالوا قهقرا، قالوا فيها قهقران، القياس قهقريان بقلب الألف ياء يعني، ولكنهم حذفوها. وكذلك قالوا في خوزلا من نوع من المشي، قالوا فيها خوزلا خوزلان. قالوا في تثنيتي، في تثنيتي رضا، في رضا قالوا فيها رضيان، والقياس رضوان لأنها من الرضوان. نعم. وقالوا في حما حموان، والقياس حميان لأنها من الحماء. يا في الأصل لا، حما ليس جامدة، حما مصدر أو مكان، من حماه يحميه. يا إيه لا مهيا، لا مهيا، وقالوا فيها حموان. هذا شاذ، هل ما قوله، ما قوله بغير ذا تقلب واو ونلعب واقرأ. الاسم الصحيح، الاسم الصحيح والشبيه بالمعتل والمنقوص لا يغيران في التثنية. تقول في رجل رجلان، وفي قاض قاضيان، وفي دلو وظبين وظبيان ودلوان، هذا شبيه بالمعتل وما آخره واو أو ياء قبلها ساكن. أتالي الممدود قال وماك صحراء أبي واو ثنيا، الممدود الذي ألفه الذي همزته للتأنيث، ألفه للتأنيث، فإنه يثنى بقلبها واو. تقول في صحراء صحراوان، وفي بيضاء بيضاوان، وفي عشراء عشراوان. واستحسن بعضهم إذا كانت عينها واو أن تصحح، فتقول في عشواء عشواءان، حتى فرارا من توالي واوين، لو ثنيت بلا تقول عشواوان، استحسن بعضهم. هنا قوله وسمع الشذان حمرايان، شاذ حمرايان بالياء. هنا قوله وما كصحراء أبي واو ذليا، ونحو علباء مما ألفه للحاق، مما ألفه للحاق، علباء علباء للحاق بقرطاس، وقوباء للحاق بقرناس. هذا فيه الوجهان، والأحسن فيه، الأحسن فيه القلب، فتقول لشبهه بألف التأنيث، فتقول في علباء علباوان، ولكن تقول علباءان بالتصحيح. وكساء وبناء فيهما الوجهان، تقول كساءان وكساوان وبناءان وبناوان، والأحسن فيه التصحيح. نعم، ألف منقلبة، كساء منقلبة عن واو، وبناء عن ياء، أصله كساو، لكن عندي قاعدة في العربية، الواو والياء إذا وقعتا متأخرتين بعد ألف زائدة تقلبان همزة، وما أكثره في العربية، دلو ودلاء وضبي وضباء كساء، كل هذا خلنا نقول سوف يأتيك في الإعلان. قال ونحو علباء كساء وحياء، وحياء كذلك، حياء لك في الوجهين، بواو أو همز وغير، ولم يرجح الأول، الأرجح فيه الإعلان والثاني التصحيح، وغير ما ذكر صحيح، ما وهو ما همزته أصلية مثل قراء ووضاء، صحيح تقول قراءان ووضاءان. وما شذ على نقل قصر الشاذ، فعلى النقل عن العرب قلنا في حمراء حمراء يعني. نعم. واحذف من المقصور في جمعين على حد المثنى، واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى، الجمع الذي على حد المثنى جمع مذكر سالم، كيف قلنا فيه انه على حد المثنى؟ كل منهما معرب بحرفين، كل منهما مختوم بنون زائده تحذف للاضافه، كل منهما تسمى في صلاه مفرد. هذا إذا قلنا الجمع الذي على حد المثنى هو جمع مذكر سالم. احذف من المقصور، المقصور إذا جمعته جمع مذكر سالما، احذف ما به تكمل وهو الألف والفتحة، أبقي مشعرا بما حذف. تقول في مصطفى مصطفون، وفي عصا مسمى به عصونا، وفي فتاة مسمى به فتونا رفعا، وفتينا جرا ونصبا. واحذف من المقصور في جمع على حد ما به، والفتحة أبقي مشعرا بما حذف.
وإن جمعته بتاء وألف فالألف أقلب قلبها في التثنية، الألف قلبها في التثنية، فتقول في عصا عصوات كما تقول عصوان، واضح؟ وتقول في وتقول في في حبلى حبليات، وتقول في متى متيات، وتقول في ألا ألوات، لأنها في التثنية تقلب واوا، واضح هذا؟ فنقوله وإن جمعته بتاء وألف فالألف أقلب قلبها بتاء، وتاء للتاء ألزمن تنحية، إذا كان المقصور مؤنثا بالتاء حذفها حتى لا تجمع على الاسم بين علامتي تأنيث، فتقول في فتاة فتاة فتيات، وفي قناة قنوات، واضح؟ تلزم أقرأ. والسالم العين الثلاثي اسما ان اتبع عين فاءه بما شكل من ساكنا. قال قال هناك حكم خاص وهو الاتباع، اتباع العين الفاء، ويعامل به الاسم اذا تحققت فيها الشروط، ان يكون ساكن العين سالم العين، وان يكون ثلاثيا، وان تكون عينه ساكنه، وان يكون اسما، ويكون مؤنثا. والسالم العين الثلاثي اسما ان الاتباع عين فاء ان ساكن العين مؤنثا بدأ. فتقول في فتقول ساكن العين سالم العين خرج نحو جنة، هذا مدغم والادغام من قبيل الاعلال لا تغير في شيء، تقول جنة وجنات وجنة وجنات وجنة وجنات وحجة وحجات وحجة وحجات وحجة وحجات، وكذلك تقول تارة وتارات عينه ليست سليمة، أضحى؟ وتقول دولة ودولات وديمة وديمات، هذا كله قبل حرف العلة فيه حركة مجانسة، وكذلك لو كانت قبل عينه حركة غير مجانسة نحو جوزة وجوزات وبيضة وبيضات، كلها لا نقل فيه لأن العين لم تسرع سالم العين، هذا الشطر الأول. الثلاثي لا لا إتباع في نحو فستق وجعفر وخرنق مسمى بها، لأنه ليس لأنها كلها ليست ثلاثية. اسما لا نقل في نحو لا إتباع في نحو ضخمة وحلوة وجلفة صفات اسما، إن ساكن العين لا نقل لا إتباع في نحو سمر ونبق وشجر، لا إتباع في هذا كله لأن العين ليست ساكنة. مؤنث لا إتباع في نحو بكر لأنه لا يجمع هذا الجمع، واضح؟ اسم ثلاثي سليم العين ساكنة، واضح؟ ليس صفة. الذي يطبق تطبق في القاعدة نحو هند وهينيدات ودعد ودعادات وجمل وجمولات وغرفة وغرفات وسدرة وسدرات وركعة وركعات وسجدة وسجدات، واضح؟ هذا أقول مؤنث بدأ مختتما بالتاء أو مجردة مثلت لها كلها، وسكن التالية غير الفتح، التالي غير الفتح هو التالي الضم أو الكسر، سكنه إن شئت أو خففه بالفتح، فتقول في سدرة سيدرات على الإتباع، وتقول سدرات بالتخفيف، وتقول سدرات، وتقول في غرفة غرفات بالإتباع، وتقول غرفات بالتسكين، وتقول غرفات، واضح؟ وسكن التالية غير الفتح أو خففه بالفتح. أما التالي الفتح فليس فيه إلا وجه واحد وهو الإتباع، ولا يجوز العدول عنه إلا للضرورة، تقول سجدة سجدات، ركعة ركعة، وكل ومنعوا إتباع نحو ذروة ذروة ذروة، لا لا يجوز الإتباع إذا أفضى إلى كسرة بعدها واو، العرب يكرهون الانتقال من كسرة إلى ضمة، ما بالك من كسرة إلى واو، الواو أثقل أبويا، ذروة وزبية لا يجوز إتباع يفضي
الى ضمه بعدها ياء، يكرهون ان تقال من ضمه الى كسره، ما بالك من ضمه الى ياء. ومن اتباع نحو ذروه لا يقال ذروات، زبية زبية حفرة توضع للأسد ليهوي فيها، زبية أبويا زبية، لا تقول فيها زبويات لثقلها. وشذ كسر الجروة، العرب لا يقول على حال ودائما يحنون إلى أصل مفقود، قالوا فيها جريوات. أنا أقول ومنع إتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر الجروة، قال رحمه الله ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس من العرب انتمى نادر كقوله في عير، قالوا في عير، قالوا في عير عيالات، القياس عيالات لأن العين معتلة. أو ذو اضطرار، قال وحملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يداني، لم يتبع مضطر. أو لأناس هذيل يتبعون حتى لو كانت عينه معتلة، يقولون بياضات جوازات، وقرأ وقرئ شذوذا على لغتهم ثلاث عوارات لكم. قال أخو بياضات رائح متأوب، رفيق بمسح المنكبين سكوب. أخو بياضات، هذا لأناس انتماء وهم هذين يتبعون. نقول ونادر وذو طرد ولأناس انتماء، انتهى.